النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. ترأس سعادة الدكتور ناصر علي القائدي رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد في الدوحة. وأكد الدكتور قائدي في كلمة له خلال الاجتماع أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي ومواصلة توطيد آليات التعاون لوضع خريطة طريق مدروسة لتطوير السياحة العربية وفق رؤية مستدامة. كما استعرض قائدي أبرز الإجراءات والمبادرات التي نفذتها مملكة البحرين لدعم وتنمية القطاع السياحي، مؤكدا أن المملكة تشهد تقدما في القطاع بسبب التسارع في افتتاح مشاريع بنية تحتية سياحية كبرى أهمها مركز البحرين العالمي للمعارض الحائز على جائزة أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العام 2023، إضافة إلى مشاريع سياحية بارزة مثل واجهة الغوص البحرية وتطوير خليج البحرين وغيرها. قدرت دراسة تناولت التأثير الاقتصادي للإنفاق السحابي نشرتها مؤسسة البيانات الدولية أن حجم الإنفاق السحابي في مملكة البحرين سيساهم بأكثر من 1,200,000,000 دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك بحلول العام 2026، أي ما يعادل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يساهم في خلق أكثر من 9,300 وظيفة، كما قدمت نتائج الدراسة تحليلا شاملا للاستثمارات الوطنية في تكنولوجيا السحابة وما يرتبط بها من بنية تحتية، وذلك لتحديد تأثيرها على الاقتصاد إلى جانب تسليط الضوء على ما قامت به البحرين من سن للتشريعات المتقدمة وإعداد البيئة المواتية للأعمال ومدها بالمهارات والمواهب الرقمية التي كان لها دورا محوريا فيما حققته مسيرة المملكة من نجاح مميز على صعيد تبني تكنولوجيا السحابة وتحقيق التقدم التقني. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. وللحديث حول الأسواق المالية العالمية يسرنا أن تضمعنا عبر الهاتف من المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذة رانيا جول محلل الأسواق في الشرق الأوسط في xs.com. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي العوامل التي تؤثر على تقلبات سوق الأسهم مؤخرا وكيف يمكن للمستثمرين تقييم وفهم هذه التقلبات؟ في البداية شكرا لاستضافتكم لي في قناتكم الموقرة. بالنسبة للعوامل التي تؤثر على تقلبات سوق الأسهم فهي تنقسم إلى قسمين، العوامل الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية. ومن رأيي أن العوامل الاقتصادية تتمثل حاليا في الظروف الحالية في ظروف التضخم ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، لا سيما السياسات النقدية الأخيرة للفيدرالي. وهنا يوجد لدينا تسعير للأسواق مختلف تماما عن السياسات النقدية أو عن البيانات التي تظهر في الأسواق. أما عن العوامل السياسية فهي مختلفة حول العالم كتوترات الحرب في غزة والمشاكل في مضيق باب المندب التي تحدث من قبل اليمن وتوترات كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وحرب أوكرانيا وغيرها. كل هذه العوامل تجعل تقلبات سوق الأسهم كبيرة وغير متوقعة بالأغلب في الناحية الأساسية، ولكن المستثمرين يمكنهم تقييم وفهم هذه التقلبات عن طريق مراقبة حركة الأسعار التاريخية وكيف كان تأثير
مثل هذه الأحداث الاقتصادية أو السياسية في تلك الأوقات والاهتمام بالنواحي الفنية للحركة السعرية على الأسهم المختلفة للشركات، ومن ثم مراقبة البيانات والأحداث المتعلقة بالشركات بشكل كبير وباهتمام بالغ، حيث أن الأسواق تفهم وتسعر نوع ما من البيانات، والسياسات النقدية تسير بشكل آخر تماما في خلال الوقت الحالي. الأهم بالنسبة للمستثمرين من رأيي هو اتخاذ الحيطة والحذر وإدارة رأس المال الصارمة خلال هذه الأوقات، وعدم الدخول في مراكز كبيرة إلا بعد استقرار الأسواق تماما. ومن رأيي أعتقد أنه خلال بداية العام المقبل أو بعد الربع الأول من العام المقبل سيكون الوقت المناسب للدخول في استثمارات جديدة على الأسهم واستقرار للأسواق. نعم، ما هو تأثير السياسات النقدية الأمريكية على الأسواق المالية، وكيف يمكن للمستثمرين الاستعداد للتغيرات في هذه السياسات؟ تمام، السياسات النقدية الأمريكية في الفترة الأخيرة كانت مختلفة أو غير واضحة، ففي حين يقول باول أن الفيدرالي لا زال الباب أمامه مفتوحا للمزيد من رفع الفائدة، وأن معركة الفيدرالي لم تنتهي بعد مع التضخم، وأن الفيدرالي لا زال بعيدا عن المستهدف عند 2% للتضخم. فيخرج تارة أخرى مسؤول آخر من الفيدرالي ويقول أنه حان الوقت لخفض أسعار الفائدة، وقد وصلت الفائدة إلى ذروتها في الوقت الحالي. لذلك يكون هناك بعض التباين الكبير في الأسواق بسبب السياسات النقدية المتضاربة نوعا ما في الوقت الحالي، غير أن الأسواق تسعر أن خفض أسعار الفائدة سيكون في الربع الأول من 2024. لذا أعتقد أن المستثمر يجب أن يهتم الآن في البيانات الجديدة التي ستصدر خلال الأيام المقبلة أو خلال الشهر الأول من 2024 على الأجندة الاقتصادية، خاصة الأجندة الاقتصادية للفيدرالي. نعم. وأن يأخذ النواحي الفنية بعين الاعتبار على الرسوم البيانية المختلفة على الأسهم والمؤشرات والأصول، وأن ينتظر لحين خروج الدولار من المنطقة الحرجة التي يتداول بها في هذه الفترة. فمؤشر الدولار يتداول بين 102.20 و 103.40، وهي منطقة حرجة جدا لا بد أن يخرج منها السعر صعودا أو هبوطا ليستطيع اتخاذ مراكز كبيرة أو يتخذ إجراءات حاسمة في سوق الأسهم. فأنا أنصح باتخاذ الحيطة والحذر والانتظار لحين استقرار الأسواق على الأقل بعد الشهر الأول من عام 2024. أستاذة رانيا جول، محلل الأسواق في الشرق الأوسط في XS.com، كنت معنا من مدينة عمان، شكرا جزيلا لك.